طيب خلينا واحنا بنتكلم كده نستعرض ارقام بدر بنون، ارقامك الحقيقه في كاس العالم للانديه. بدر لعب 3 مباريات، الاكثر تمريرات صحيحه ب 145 تمريره، الاكثر قطع للتمريرات 21 تمريره، الاكثر استخلاصا للكره 25 مره. دي ارقام بدر بنون في كاس العالم للانديه زي ما حضراتكم شايفين، 3 مباريات، اكثر 145 تمريره صحيحه، 21 قطع للتمريرات، ايضا الاكثر استخلاصا للكره 25 استخلاص. اعتقد ارقام رائعه يا بدر. الحمد لله، ارقام رائعه كارقام البدر بنون، ولكن كنظن بان الارقام دول لو ما كانوا زمايلي معي في الفريق وكانوا برضو بيشتغلوا جامد وبيغطي حدا على الثاني، ما كنت صراحه اكون معي هذه الارقام، بس دول حاجه بفتخر بها شخصيه طبعا. بس الان بالنسبه لي هو الفريق، انا لو فاز نادي الاهلي بالمرتبه الثالثه ده اهم لي من الارقام دول، دي افتخر بها حاجه شخصيه بالنسبه لي، بس الان بالنسبه لي هو فوز الاهلي الحمد لله.